يواصل معبر رفح البرية عمله في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم كل الخدمات لهم. هذا وأفاد مراسل التلفزيون المصري أنه لا صحة لإغلاق المعبر، وأن السلطات لا زالت تقدم كل التسهيلات للقادمين من قطاع غزة ومزدوجي الجنسية. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نجدد الترحيب بحضراتكم من أمام بوابة معبر رفح المصري. لازلنا نتابع معكم التطورات التي تحدث فيما يتعلق باستمرار عمل معبر رفح المصري وتقديم كل الخدمات الإنسانية المختلفة للأشقاء الفلسطينيين، على الرغم من تصاعد حدة الصراع على الجانب الآخر، وأيضا الغارات الإسرائيلية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شرق مدينة رفح الفلسطينية، ونسمع دوي هذه الانفجارات وأيضا القصف المستمر هناك. ومع كل هذا لازال معبر رفح من الجانب المصري يؤدي عمله على أكمل وجه، كل الطواقم داخل المعبر تعمل وتؤدي عملها من حيث مكتب الجوازات وأيضا استقبال المسافرين أو العائدين من قطاع غزة ومزدوجي الجنسية وأيضا استقبال الجرحى والمصابين. رصدنا منذ قليل حركة للعائدين وأيضا وجود بعض الحافلات سواء القادمة من قطاع غزة والتي نقلت هؤلاء المسافرين ومزدوجي الجنسية، أو حتى الحافلات من الجانب المصري التي تصطف خارج معبر رفح لنقل هؤلاء العائدين من قطاع غزة ومزدوجي الجنسية. رصدنا أيضا وصول بعض الأطباء التابعين لإحدى المنظمات الطبية الدولية الذين يقومون بواجبهم الإنساني داخل قطاع غزة في تقديم الرعاية الصحية الكاملة، بالإضافة أيضا إلى وصولهم إلى هنا اليوم من خلال بوابة معبر رفح المصري، وتم تقديم كافة التسهيلات لهم داخل المعبر، بالإضافة أيضا إلى وجود ممثلي رعاية الدول الأخرى وأيضا ممثلي بعض السفارات الأجنبية الذين يتواجدون لتأدية عملهم أيضا داخل المعبر. فبالتالي المعبر يعمل على أكمل وجه في كل الاتجاهات وفي كل المسارات، ويتم أيضا وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية داخل بوابة معبر رفح لنقل المصابين والجرحى إلى المستشفيات الموجودة في محافظة شمال سيناء أو حتى في مدن القناة أو القاهرة. وبالتالي هناك جهود مصرية مستمرة رغم تصاعد حدة الصراع على الجانب الآخر. لازالت مصر تقوم بمسؤوليتها تجاه الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز كل هذه الجهود الإنسانية وتقديم الخدمة للجرحى والمصابين. إذن معبر رفح المصري لازال حتى هذه اللحظة يعمل ويقدم كل خدماته للأشقاء الفلسطينيين. هذه هي الصورة من أمام معبر رفح البري، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.